الفنان السوري قصي خول يكشف لأول مرة عن عمر ابنه العميد جونيور والسبب في اختياره للاسم. أهلا بكم. كشف مؤخرا الفنان السوري قصي خولي عن عمر ابنه الصغير العميد جونيور لأول مرة، حيث أوضح أنه بلغ من العمر عام ونصف، وذلك بالرغم من أنه لم يفت سوى 7 أشهر فقط من إعلانه عن قدوم نجله، وهو ما يؤكد أنه قد أخفى نبأ زواجه وإنجابه لمدة عام كامل. وأضاف الفنان السوري قصي خولي أنه كان لديه عدة خيارات في الأسماء قبيل قدوم نجله، إلا أنه استقر في النهاية على اختيار اسم العميد لإطلاقه عليه. وهو نفس اسم والده متابعا: ربنا يحمي لي العميد الكبير والصغير. ولفت النجم السوري قصي خولي إلى أنه يحب اسم العميد كثيرا، كما أنه كان يطلق عليه منذ صغره لقب أبو العميد، فاستقر على اختيار اسم العميد وإطلاقه على ابنه. كما وأشار الفنان السوري قصي خولي إلى أن حياته تغيرت تماما، وكل شيء أصبح له طعما آخر بعدما أصبح أب مؤخرا. الجدير بالذكر أن الفنان السوري قصي خولي كان قد أعلن في نهاية شهر يونيو من العام الماضي عن قدوم طفله الأول العميد جونيور، حيث نشر في حينه عبر حسابه على موقع انستغرام صورة ليده ممسكا بيد طفل رضيع، لكنها لا تشبه يد الأطفال المولودين حديثا. ولكنها لا تشبه يد الأطفال المولودين حديثا بل الأطفال الأكبر عمرا بعدة أسابيع، وعلق عليها قائلا: من خلالك الله أعطاني الإبن والأخ والصديق طول العمر. وتابع الفنان السوري قصي خولي: بتمنى أكون إلك الأب الحنون والمحب مثل بابا جدك الله يطول بعمره. وأضاف الفنان السوري قصي خولي: الله يحمي لي العميد جونيور ولا يحرم حدا من هالنعمة، ويحمي أولادكم جميعا. وتلقى الفنان السوري قصي خولي التهاني من متابعيه بقدوم طفله الأول في حينه. وهو ما جعل البعض يبحث حول هوية زوجته التي قرر إبعادها عن وسائل الإعلام وعدم ذكر أي تفاصيل خاصة بها. وعن قصة حياة الفنان السوري قصي خولي، فهو قد نجح في الوصول إلى مصاف النجوم العرب بأدائه المركب الذي يجمع بين الموهبة الكبيرة والدراسة الأكاديمية. وذلك رغم الصعوبات التي واجهها قبل احتراف التمثيل بسبب معارضة أهله اشتغاله بالفن. ولكن الفنان قصي خولي أصبح واحدا من النجوم السوريين الذين بزغ نجمهم في الدول العربية كافة. وقد ولد الفنان السوري قصي خولي مطلع إبريل من العام 76 في مدينة طرطوس السورية. والده هو الصحافي عميد الخولي، وقد التحق الفنان قصي خولي بكلية الحقوق لمدة عامين فقط. ثم تزايدت رغبته في احتراف الفن رغم معارضة أسرته الشديدة،
فترك الكلية وأصر على الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج فيه في العام 99. وعن مشواره الفني، فقد بدأ مشواره الفني في سوريا قبل التخرج بفيلم ذاكرة صعبة، ثم قدم مسلسل نساء صغيرات وغيره من الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية. كما شارك الفنان قصي خولي مع النجمة اللبنانية نانسي عجرم في أحد كليباتها الناجحة. ومن أشهر الأعمال التي قدمها الفنان قصي خولي على شاشة التلفزيون عائلتي وأنا وخبز ملح وأبناء القهر وقلة ذوق وكثرة غلبة وسر الكنز وبقع الضوء وأشواك ناعمة وغيرها من الأعمال الدرامية. كما شارك الفنان قصي خولي في بعض الأعمال المسرحية مثل كسور ومدينة الغرائب والدبلوماسيون والرهان، بالإضافة إلى القليل من الأفلام السينمائية مثل رؤى حالمة والعشاق وسبع دقائق إلى منتصف الليل وسيناريو ويوم صدور الحكم ولك. كما وخاض الفنان السوري قصي خولي لتجربة التأليف مرة واحدة فقط في مسلسل باب الحارة بجزئه الأول في العام 2006. والذي لاقى نجاحا كبيرا بجميع أجزائه على مستوى الوطن العربي، كما أخرج عملا واحدا هو فيلم العشاق في العام 2008. حصل الفنان السوري قصي خولي على الكثير من الجوائز تكريما لأعماله الفنية، منها جائزة أفضل ممثل شاب عن دوره في غزلان في غابة الذئاب وذلك في العام 2006. كما وحصل على الجائزة ذاتها في العام 2012 عن دوره في مسلسل الولادة من الخاصرة، كما شارك الفنان قصي خولي في لجنة تحكيم برنامج أرب كاستنج على مدى موسمين مع الفنانة المصرية غادة عبد الرازق.